احنا في ال Arab Cinema Center, right? مظبوط. And I had the pleasure to run into حفظي, as you guys can see. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. بتفرج عليك على فكره, بتفرج على البرنامج بتاعك. وايه رايك؟ انا فاهم جدا يعني, انا معاك عشان كده. رايت, ثانك يو, ربنا يخليك. طب انا عارف لما باجي فيلم مهرجان برلين اكشلي ما كنتش عارف what to expect قوي يعني, بس في الاخر بالنسبه لي I'm watching movies, I'm reviewing them and maybe getting some views وحاجات زي كده. As movie makers and producers and screenwriters and directors, بقى انتوا بتعملوا ايه؟ انا بالنسبه لي مهرجان برلين مش من المهرجانات اللي بعرف اتفرج فيها على افلام, لان باجي فتره قصيره 3 4 ايام ببقى عندي ميتنج, يعني يا بحاول ان انا اسوق فيلم اوريدي اتعمل او مشروع لسه بدور على co-producers, شركاء في الفيلم سواء في التوزيع او في الانتاج. لكن انا عندي فيلم بيتعرض في السوق. اوكي, ينفع تقول لنا عليه؟ علي معزة وابراهيم. يس, علي معزة وابراهيم اتعرض في دبي, ده كان البريمير بتاعه صح؟ بالظبط. انا اتوان كسب حاجات, كسب احسن ممثل. يس. لا, وكمان في فيلم خلص تصويره اسمه الشيخ جاكسون, عمرو سلامه منتج تاني اسمه علي وسامه وعمرو سلامه والمخرج وكاست كبير من نجوم مصريين يعني معظمهم. نتمنى ان احنا نشوفه في مهرجانات او مهرجان كبير 3 4 16 جايين 15 جايين لو قبل ما نزوله يعني. وبنسوقه دلوقتي برضو, هنبدا نسوقه لشركات التوزيع العالميه برضو ان شاء الله, يعني يبقى في اهتمام بالفيلم. طيب انا فروم ذا, على جانب التلقي من الانتاج المصري, حاسس ان السنه دي مختلفه شويه, حاسس ان في كثافه اكبر شويه, حاسس ان كل روح حته بروحها, ما بسافرش كتير, ما بشوفش كتير, بس من اللي شفته من الواضح ان في انتشار اكتر, في تواجد اعمق. هل ده شيء انت ملاحظه برضو, وهل ده شيء كان في نيتك بالفعل انك تساهم فيه ان السنه دي تكون مختلفه عن السنه اللي فاتت في ان الانتاج يبقى اكتر كثافه واكتر تنوع؟ والله دايما بنحاول نسعى لده, لكن بشكل عام يعني عارف عشان Arab Cinema Center فارق جدا التواجد العربي في الاسواق الخارجيه دلوقتي. الانتاج المصري مساعدنا, يمكن ان السنه اللي فاتت كان في عدد من الافلام اللي قدرت تخرج بره نطاق المحليه, يعني عندنا افلام راحت مهرجانات مهمه, كسبت جوائز, في افلام اتوزعت بره, في فيلم زي اشتباك, في فيلم زي فيلم يشفي يسر الله, في نوار اللي اخذ جوائز. فانا شايف ان بدايه 2017 كانت مبشره جدا من ناحيه الايرادات ومن ناحيه مستوى الافلام, يعني بدأنا بمولانا فيلم مستوى لحد كبير جيد جدا. فيلم فعلا من وجهة نظري انا عجبني الفيلم يعني لحد كبير, من اكثر الافلام المصريه اللي اقدر اقول انها فيها مع الطلب يعني. لا خالص, لسه ما جاش الشخص اللي المفروض اقابله, هو تلاقيه ناسي. مصلحه قاعدين مع بعض. مصلحه. انا شايف ان لا, ان في يعني السنه دي كمان هتبقى سنه كويسه على السنه المصريه, هيبقى في تنوع. في انا عارف افلام كتير متنوعه جدا من ناحيه الموضوع الجوهر, من ناحيه الشكل الانتاجي, من ناحيه الكاست. اتمنى ان السينما تقدر تصمد قدام التلفزيون اللي هو السنه دي داخل برضه بقوه جدا بعد الرؤوس الاموال الجديده اللي داخله في التلفزيون وكده. ف السينما في تحديات, لكن في حاجات برضه تخلينا نقول يعني في امان.